أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أصيب رجل بسرطان في الكبد ونصحه الأطباء بزراعة الكبد، السؤال: هل يجوز أن يزرع كبدا حتى لو كان من كبد رجل كافر؟ ما في بأس، بدن الآدمي طاهر، كافرا كان أو مسلما بدنه طاهر، كافرا كان أو مسلما وأعضاؤه طاهرة، الآدمي طاهر وأعضاؤه طاهرة، نعم. لكن نجاسة الكافر، إنما المشركون نجس، هذه نجاسة معنوية، نجاسة العقيدة والشرك، وليست نجاسة البدن. ولذلك تأكل ما يصنعه الكفار وتلبس ما ينسجه الكفار، لأن رطوبتهم وأيديهم وأعمال طاهرة ما فيها شيء، نعم.